لأن الدراما مرآة المجتمع، كان بديهياً أن تظهر أحداث ثورة 30 من يونيو ضمن القضايا التي تناولتها الأعمال الفنية خلال السنوات الماضية. وبين التركيز على مظاهر فشل جماعة الإخوان الإرهابية في حكم مصر والأسباب المؤدية لانفجار الغضب الشعبي في ثورة 30 من يونيو، تنوعت المعالجات الفنية بين الدراما الاجتماعية والوثائقية والبوليسية والساخرة. فمع بدء موسم الدراما الرمضانية عام 2013 عرضت 3 أعمال فنية تناولت مقدمات ثورة 30 من يوليو من زوايا مختلفة. مسلسل اسم مؤقت، الذي كشف كواليس استغلال الإخوان للدين في سبيل تمكين المرشح الرئاسي للجماعة الإرهابية من حكم مصر. لكن أحب أكد لك إن لا الداخلية ولا اللجنة العليا للانتخابات هيسمحوا بالمغامرة دي، إنني أخرج من السباق الرئاسي. ليه بقى؟ لأن كل اللي بيحبوني وكل اللي عايزيني أبقى رئيس هيولعوا في البلد دي نار ونعمة ديمقراطية. مسلسل نظرية الجوافة، الذي تناول بأسلوب نقدي ساخر بعضاً من جوانب الفشل الإخواني في إدارة مؤسسات الدولة ومقاومة المصريين لمحاولات الإخوان تغيير هوية مصر عبر السخرية من سذاجة أفكارهم وانكشاف مؤامراتهم. هو السبب. هو مين؟ الرئيس مرسي أبو العباس. مظبوط. وفي عام حكم الإخوان أيضاً تم تصوير مسلسل الداعية، متناولاً بزنس وألاعيب المتاجرين بالدين في السياسة وعلى شاشات الفضائيات الدينية. ولأن الانتهاء من تصوير المسلسل تزامن مع قيام ثورة 30 من يونيو، أتيحت الفرصة لصناع العمل لتوثيق عدد من المشاهد الواقعية للمظاهرات التي رفعت شعارات ضد الإخوان. في الذكرى الأولى للثورة جاء مسلسل إمبراطورية مين، ليتناول في إطار ساخر التغييرات التي طرأت على مختلف فئات المجتمع بعد ثورة 25 من يناير، وكذلك حالة الانقسام التي رسخها الإخوان، وصولاً إلى حتمية قيام ثورة 30 من يونيو لإعادة السلم الاجتماعي بين المصريين. إحنا كنا رايحين التحرير، في ملايين في الشارع. بجد؟ إيه ده، هو موضوع الاستمارات ده مكمل؟ تفتكروا يعني؟ ايوه ماما بقى، يلا نروح. الموضوع طلع فعلا بجد. طبعا. لا 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 لا، بصوا يا جماعه، احنا مش هنروح ولا تحرير ولا اكتوبر ولا اي حاجه، احنا رايحين لندن، احنا خلاص هنرجع. ايه ايه ايوه ايه ده، وانت مش مبسوطه ليه؟ مش انت كنت عايزه تقعدي هناك؟ ادينا راجعين اهو. بتهزري؟ وانت اللي بتقولي كده يعني يا اميره؟ على فكره بقى كل ده هيتغير. بص، الناس حواليك هم مبسوطين وشايلين اعلام ونازلين للتحرير، وهيغيروا كل الغلط. وتناول الجزء الرابع من سلسلة الدم الأثر الاجتماعي لمحاولات الإخوان السيطرة على مؤسسات الدولة لتحقيق مصالح الجماعة الإرهابية، حتى جاءت الثورة لتحيل أحلام الإرهابيين إلى كوابيس. هيا فندم، أنا مش قادر أصدق نفسي، كل يوم والتاني في وسائل الإعلام، صحف وتلفزيون، أشوف حد من رؤوس الجماعة طالع وعمال يتكلم. فندم، دي ناس هربت من السجون، إزاي ما يطبطش عليها؟ إزاي ما حدش بيقول لها حتى تلت التلاتة كام؟ بالظبط كده يا استاذ احمد، عندك حق، دول كانهم بقوا دوله داخل الدوله. افتكرش ان الوضع ده هيفضل على طول، وسياده القانون لازم ترجع. ومن واقع ملفات معاصره للمخابرات المصريه، ركزت حلقات مسلسل هجمه مرتده على كشف مؤامرات اجهزه المخابرات المعاديه لمصر قبل وبعد 25 من يناير عام 2011. ووثقت الحلقة الأخيرة من المسلسل جزءاً من الخطاب التاريخي للفريق عبد الفتاح السيسي، معلناً نهاية حكم الإخوان في 3 يوليو عام 2013، وذلك في إشارة لأهمية دور ثورة 30 من يونيو في إفشال كل المخططات الأجنبية التي استهدفت وحدة المصريين. و
وبدءا من عام 2020 توالى عرض 3 أجزاء من مسلسل الاختيار، الذي يعد حتى الآن درة الأعمال الفنية التي تناولت بالتوثيق والتحليل مقدمات ونتائج ثورة 30 من يونيو. وركز الجزء الأول من المسلسل على استعراض بطولات الشهيد أحمد منسي ورفاقه من أبطال القوات المسلحة ودورهم في مواجهة الجماعات الإرهابية. بلاقي منسي يقتله، بلاقي منسي يقتله. هات أي ضابط، أي عسكري، ما ترجع بيه. إيه وجعتك يالا؟ والله ما تعرف تاخد حد مننا رجالة. ما تجيب حد مننا لا حي ولا شهيد. الله أكبر رجالة. فيما تناولت حلقات الجزء الثاني دور جهاز الأمن الوطني وضباط العمليات الخاصة في الحرب على الإرهاب داخل سيناء وخارجها قبل ثورة 30 من يونيو وبعدها. الله أكبر يا رجالة. بيقولوا إن إحنا خدنا عبرة من اللي عملوه زمايلنا. ما يعرفوش إن حق زمايلنا دول هيرجع من كل واحد فيهم. والنهاردة وأخيراً قدم الجزء الثالث من الاختيار وثيقة درامية لكواليس ما جرى في المؤسسات العليا للدولة وصولاً إلى قيام الثورة وفتح أبواب الأمل في وجه مصر من جديد. شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري. الأمر الذي استوجب من القوات المسلحة استناداً على مسؤوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد، حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية. وتشتمل هذه الخارطة على الآتي: تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، أيوة كده،